نرجع نذكركم شو في الليلة على شاشة الام تي في مشاهدينا، وبعد الأخبار أنتوا على موعد مع حلقة جديدة من عاطل عن الحرية بموسم جديد. عنوان الحلقة صيد البشر، وبتعرفنا على سلسلة جرائم حصلت عام 1987 ببلدة مجدلية شمال لبنان، ارتكبوها قاتلين محترفين بحق ثلاث أشخاص، ثلاث شباب بزهرة عمرهم توجهوا على هالمنطقة حتى يمارسوا هوايتهم بالصيد، ولكن للأسف تركوا هالمنطقة جثث. اللي ارتكبوا هالجريمة أكيد انسجنوا من 29 سنة لليوم، والملفت أنه والدة أحد المجرمين حاولت زيارة عائلات الضحايا وطلبت منهم أنه يسامحوا ابنها. شو كانت النتيجة؟ منشوف سوا بحلقة الليلة من عاطل عن الحرية، خلينا نشوف هاللمحة. وعشرين سنة وسجن الإبي بطرابلس هو مكان السكن الدائم للسجينين محمد الصفصوف ومحمد إبراهيم. والدة أحد هالسجينين بتزور ابنها كل يوم جمعة هي وحفيدة، وبالرغم من المسافة القصيرة يلي بتبعدهم عن سجن الإبي 50 متر بس، هن أصعب وأطول مسافة بيقطعوها سوا. هالشاب يلي من عمر 11 شهر بيزور وبيشوف بيو من ورا القضبين، وهالسيدة الحزينة يلي ما بتقدر تحكي مع ابنها غير بدموعها. احكي مع ابني. قال لي يسعد لي وقتك، كيف صحتك؟ شوف عم كيفه؟ والله ماني عارف شو بدي اقول لك يا امي هيك، والله العظيم مشتاق لك بدي اشوفك. يرحم ابوكي ما تبكي، خليني اعطيك ما تبكي، كرمال الله ما تبكي. ختم؟ والله شو كرمال الله ما تبكي. كرمال الله ما تبكي. من 29 سنة هالمشهد بيتكرر بكل مواجهة. كرمال الله ما تبكي، خليني اعطيك ما تبكي. ما بيدي. لك شو ما بيدي كرمال الله، يلا معنا شيء، معنا شيء، الله بيهون. وبعد كل هالسنين يلي قطعت، هل رح يكفي طلب السماح والاعتذار؟ انا غلطت بحقهم ومني انا ايش عملت سيني، انا بعتذر منهم ومنك انت الله يخليك. اعتذري عن سيني، اعتذري عن سيني انا الله يخليك. قولي لهم كمان محمد بيعتذر منهم الجماعه، الله يرحمهم والله ما بيجيني. انت منك خلينا الجماعه انه بنعتذر وغلطنا بحقهم. ماشي يا حجي؟ وعلى الله وإن شاء الله بيتقبلوا منك واللي بيجي من الله يا محلى. بعد عاطل عن الحرية الليلي مشاهدينا، بنقدم لكم الإعادة لإحدى حلقات برنامج الليلي جنون مع ماريو باسيل وضيوفه. خلينا نشوف سوا هالمشهد من هالحلقة. How are you? في شيء وراء مين لا اهلا مين عم نتفلى فونتا وين الميوزك؟ سوري انا ما بقى عم بعرف احكي. انا مريم، انا مريم اليوم لبست طقم ولبست روز كرمالي، كنت حاذر انه رح تلبسي شيء روز. واو ماريو بس عرقان كثير. بدك اشلح؟ ايه اشلح. بتشلحي؟ لا بعد شوي. ماريو ما رح تشلحي الجاكيت؟ لم لا شو اسمك فكر؟ And yalla, we start with Miriam. One, two, three.